عليكم. راح نبدأ اليوم إن شاء الله المحاضرة مالتنا. المحاضرة مالتنا اليوم مو ذيك المحاضرة المطولة، محاضرة مو مطولة بس يعني مهمة، وتنطينا فد تفصيلة جديدة على الدوائر اللي أخذناها بالمحاضرة اللي سبقت. طبعا هذه الدائرة أخذناها بالمحاضرة اللي مضت، هذه الدائرة اللي هي الفولتج ديفايدر، وعرفنا إحنا شلون نقدر نحللها، واتفقنا على شغلتين. أولا أنه مصادر الفولتية تروح للجراوند، والمتسعات تروح تصير شورت سيركت. هسه احنا نريد نسأل روحنا سؤال بالنسبة للدائرة اللي راح ناخذها اليوم، اللي هي يقول في حالة كون الكاباسيتر اللي على الإيميتر بايز كونفيجريشن. هنا احنا عندنا حالتين بالنسبة للمتسعة هذه. احنا شفنا بالدائرتين اللي مضت هذه المتسعة مباشرة من اسوي شورت سيركت تلغي لي هاي المقاومة. زين، في حالة لما هذه المتسعة اذا اصلا هي ما موجودة، هي اصلا غير موجودة، يعني من هنا مو مربوطة، بهالحالة هاي المقاومة راح تدخل بالدائرة عندي. فاللي راح يصير هو انه راح يذكر لنا بحالة الاميتر بايز نوعين، نوع البايز ستابلايز نوعين، بها الان باي باس وبها الباي باس. هسه احنا راح ناخذ الان باي باس. راح يجي شي يقول اني هذه الدائرة مالتي راح تكون بالشكل التالي. هذه الدائرة اللي ماكو ياها متسعة، هنا ما موجودة متسعة، راح يكون تمثيلها بهذا الشكل. لأنه أنتوا تعرفون إذا هذه الدائرة حطيت أنا متسعة هنا وبهذا الجزء، راح شنو اللي يصير عندي؟ يصير وكأنما هي صارت فيكست بايز عادية، لأنه هذا من هنا راح تلغي هاي المقاومة. بس بهذه الحالة لما ماكو متسعة، هذه الدائرة راح يكون تمثيلها بالشكل التالي. يعني هذا الصندوق الأزرق أعرف اللي هو يمثل لي الدائرة المكافئة للترانزستور، هذه الار إيميتر اللي انضافت، هذه الار بيز الموجودة، وهذه الار كولكتر. هسه أنا أجي قبل كل شيء إيش أقول؟ أقول أني الفي إن عندي هذه وين موجودة؟ موجودة على الار بيز، وموجودة ايضا على هاتين المقاومتين. انا اريد هذا الشكل المعقد ابسطه بحيث احوله الى عبارة عن مقاومة توازي ويا الار بي، حتى انا اقدر اتصرف بالقوانين مالتي مستقبلا. فهو هنا هسه شي يقول انا عندي مبدئيا لي قدام، قبل كل شيء قبل ما ادخل بتفاصيل الزت انبوت والزت اوتبوت والفولتج جين والكرنت جين، انا راح اجي اقول الفي انبوت على هذا، على هاي الجزئين هو عباره عن شنو؟ عباره عن الفولتيه على هاي المقاومه زائدا الفولتيه على هاي المقاومه، على اعتبار هذا من هنا هسه هذا الجزء غير موجود، فان مقاومتين على التوالي. زين، هنا الفولتية هنا شو تساوي؟ تساوي لتيار البيز مضروب في البيتا ار اي، قيمة المقاومة في قيمة التيار حسب قانون اوم. بعد عندي هنا الفولتية شو تساوي؟ تساوي لتيار الاميتر مضروب في الار اميتر. زين، تيار الاميتر شو يساوي؟ يساوي لبيتا زائد واحد اي بيز مضروبة في الار اميتر، على مود شنو؟ على مود المعادلة مالتي اللي انذكرت بالصفحة اللي قبلها، تكون بدلالة تيار البيز اي بيز بيتا ار اي، هذه للمقاومة الاولى وهذه للمقاومة الثانية اللي هو البيتا زائد واحد اي بيز
في الار ايميتر. هسه انا لو اخذت الاي بيز اخذ عامل مشترك، هسه لو اجي اخذ هسه من المعادله مالت البي ان راح شي يصير؟ يصير الاي بيز اذا اخذ عامل مشترك راح يصير البيتا ار اي زائدا افتح قوس بيتا زائد واحد ار اي كابتل. اسد القوس. هسه اني اذا اقسم طرفي المعادلة على تيار البي على الاي بيز بهالحالة شو راح احصل؟ حصل في ان على اي بيز راح شي يساوي لي؟ راح يساوي لي ما تبقى من المعادلة اللي هي البيتا ار اي زائدا بيتا زائد واحد ار اي كابتل. زين هذا شباب شي يمثل لي؟ يمثل لي فد مصطلح راح نحتاجه كل هواية اللي هو الزت بيز. فولتية على التيار يساوي مقاومة حسب قانون اوم. هاي المقاومة ايش راح اسميها؟ راح اسميها زت بيز اللي هي هاي المقاومة. اذا انا عرفت هذه المقاومة اللي هي مكافئة لهاتين المقاومتين سميتها زت بيز. زين هذا الحكي اللي حكيناه بذيك الصفحة مختصرة هو هذا بيتا ار اي زائد بيتا زائد واحد ار اي. هسه راح يجي شي يقول؟ يقول انا هذا هو الزت بيز، هذا قانونه. وش راح يجي يقول؟ يقول يابا دائما دائما البيتا اكبر بكثير من الواحد، فاذا هذا انا راح اهمله، صار بيتا ار اي سمول زائد بيتا ار اي كابتل، اخذ البيتا عامل مشترك راح يصير عندي بيتا ار اي زائد ار اي كابتل، والار اي هذه اصغر بكثير عاده من الار اي كابتل، اذا الزت بيز تساوي بيتا ار اي. هسه راح تشوفون احنا بالقوانين مالتنا راح يذكر الزت بيز، ما راح يذكرها بصيغه تفصيليه الها اللي هي هذه او هذه، يعني عاده هذه او هذه ما يذكرها بهذا الشكل، يذكر بس الرمز على اعتبار انه انت عرفت بعد الزت بيز شو تساوي، اما تستخدم هذا القانون التقريبي او تستخدم هذا القانون التقريبي. فراح نحتاج هذه اللي توصلنا لها راح نحتاجها هواية على اعتبار انه احنا قدرنا انه نوصل الى ما يكافئ هذيك الدائرة. هسه اجي ادخل بتفاصيل الزت انبوت. الزت انبوت بالنسبة لهذه الدائرة هسه صارت عندي، صارت عندي دائرة مالتي هذه المقاومة غير موجودة، هذه المقاومة غير موجودة، اكو مقاومة تكافئها. فاذا اذا من ابواب على الزت انبوت راح اشوف، راح اشوف مقاومتين على التوازي. اذا الزت انبوت هي الار بي توازي ويا الزت بيز. زين بالنسبه للزت اوتبوت، الزت اوتبوت انا اباوع عليها من هاي الجهه. فلما اباوع على الزت اوتبوت ايش راح اسوي؟ هذا مصدر التيار حسوي اوبن سيركت. من سويت اوبن سيركت هذا مصدر التيار، هذه المقاومة عندي اللغت، فاذا ما راح تأثر علي بجزء الاخراج. فاذا الزت اوتبوت هي تساوي الار كولكتر. بعد عندي الفولتج جين. الفولتج جين بالنسبة لي شو راح اشتغله؟ راح يجي شي يقول؟ يقول انا الفولتج جين عادة هو في اوتبوت على في انبوت، انا اريد اوصل لهاي القيمة على هاي القيمة. مبدئيا اجي اقول الاي بيز شي يساوي لي؟ حيساوي لي الفي انبوت على الزت بيز، هذا اللي شفناه من هذا القانون. اجي اش قال؟ قال الاي بيز مكان الزت بيز.
هذا القانون. زين، من القسم طرفين المعادلة على الـ V input راح يصير الـ I، العفو. بس هنا ايش راح يقول؟ هنا هذه القيمة ايش قال؟ قال الـ V output هو ماينس الـ I out في الـ RC. الـ I out شي يمثل لي البيتا IB في الـ RC. الـ IB راح ياخذ هاي القيمة مالتها يخليها هنا، فيعوض عليها V input على Z base، يقسم طرفي المعادلة على V input، راح يحصل على هذا القانون اللي هو البيتا ار سي على زد بيز. ومثل ما اتفقنا انه هاي الإشارة النيجاتيف هي دليل على انه اكو فيز شيفت 180 درجة بين البي انبوت والبي اوتبوت، وليست خسارة بالجين. هسه هنا يقول لما اني اجي اعوض قيمة الزت بيز فراح تصير بيتا ار اي سمول ويا الار اي كابتل، واني فوق اني اصلا كان عندي بيتا ار سي على زت بيز، البيتا هذه راح تختصر ويا قيمة البيتا اللي موجودة بالزت بيز، فبهالحالة راح احصل بالمحصلة النهائية على هذا القانون. ويقول لما تكون انا اقدر اهمل قيمة الـ RE فراح يصير مباشرة الـ RC على RE. بالنسبة للـ current gain يرجع على الـ current divider rule، واحنا اتفقنا ايضا انه لما انا اريد التيار اللي موجود على المقاومة Z base فانا اضربها بقيمة المقاومة المقابلة اللي هي الـ RB، فصار الـ I total في الـ RB على RB زائدا الزت بيز. هسه راح اقول اقسم طرفي المعادلة على التيار، راح يصير الاي بيز على الاي انبوت يساوي ان ار بي على ار بي زائدا الزت بيز. هسه هنا بالنسبة للاي اوت احنا قلنا انه يساوي بيتا اي بي. زين، الاي بي اقسم، او خلينا نقول نقسم طرفي المعادلة على اي بي، راح يصير اي اوت على اي بي يساوي لنا بس البيتا. هسه استخدم التشين رول، راح يصير الاي اوت على اي بي مضروب في الاي بي على اي ان، هاي قيمته هيانها وهذا قيمته هيانه، فراح اعوضه راح يصير بيتا ار بي على ار بي زائد زت بيز، وراح يصير هنا البيتا ار بي على ار بي زائد زد بيز، او تطلع من القانون اللي اتفقنا عليه واللي نتفق عليه احنا كل مره نقول احنا نقدر مباشره ما دام طلعنا زد انبوت والفولتج جين عندنا الار سي، راح تطلع عندنا تيار او الكرنت جين بدون دخول في تفاصيل الكرنت جين. شباب، ولا واحد من عندكم سأل قال استاذ احنا بالنسبة لنا متفقين اتفاق كلش مهم، هو انه هذا الصندوق الازرق بدائرة الادخال بمقاومة، بس دائرة الاخراج بمصدر تيار ومقاومة ويا التوازي، هاي المقاومة وينها يا استاذ؟ شنو بالكتاب نساها؟ سد لغت مو اوبن؟ لا، هو اول ما اجى ما حكي عليها، اجى قال هذا الصندوق الازرق صار هذا، حط مقاومه بالادخال ومصدر تيار بالاخراج، ما حط وياه مقاومه على التوازي. شوفوا شباب، خلينا نرجع للدوائر اللي قبلها اللي هي الفولتج ديفايدر اللي اخذناها، لاي دائره كانت فولتج ديفايدر بايس. شوفوا شباب ايش مثل الصندوق الازرق، مثله بمقاومه بالادخال، مثله مصدر تيار زائد مقاومه بالاخراج، هاي المقاومه وين راحت؟ هذا اللي هو هسه راح يجي يحكي عليه بالشق الثاني من الموضوع. انا ليش قلت لكم هذه الدائره يراد لها وحدها شغل على مود احنا نفتهم تفاصيلها
ونستوعب اللي يحكي. ايش يقول هنا شباب هنا بهذا الجزء من الكلام؟ يقول يابا انا اذا ضفت قيمة الار نوت او ضفتها كمقاومة راح تصير الدائرة جدا معقدة عندي، وراح ما اقدر انه احصل على مسائل الكيرشوف فولتج والكيرشوف كيرنت، وهاي دائما احنا نركضها راسا، كيرشوف فولتج لو، كيرشوف كيرنت لو، قانون اوم، لا لازم ادخل بتفاصيل ثيفنين والى اخره، وراح تصير الدائره كلش معقده. وبالاضافه الى ذلك راح يكون عندي عدم تاثير قوي للقيمه المستخرجه النهائيه، وهسه راح يبين لنا شلون. يقول اني الزت بيز اللي احنا عرفناها قبل شويه تساوي بيتا ار اي سمول زائدا ار اي كابيتال في حالة البايباس، يعني في حالة اضافة المتسعة للدائرة مالتنا هذه، راح انا اذا اقول بايباس يعني راح اربط هذه المتسعة هنا بهالحالة هذه مباشرة، الار اي تلغي، فراح ترجع الدائرة مالتي شنية، راح ترجع الدائرة مالتي عبارة عن فيكست بايز عادية، وارجع الى نفس قوانين الفيكست بايز بعد ما اكو اي تغيير، نصير حالها من حال الفيكس بايز العادية، فاستخدم قوانين. هسه شي يقول بهذا المثال؟ يقول طلع لي الار اي زت انبوت زت اوت بوت فولتج جين وكرنت جين في حالة عدم وجود هذه المتسعة. وجود هذه المتسعة زين، اجى بالدي سي بايزنج حسب الاي بايز على اعتباره ايميتر ستابلايزد، واحنا نسويها اوبن سيركتات بالنسبة للمتسعات. نشتغل بالشابتر 4 طلعت قيمة الار اي 5.99 لانه استخدم هذا القانون بعد ما حسب الاي اي، استخدم 26 ملي فولت على الاي اي واشتغل شغله الصحيح. وبعدين اجى يريد يطلع الزت بيز، فهو مبدئيا اللي قدام ايش سوى؟ اجى اختبر هذا الشرط الار نوت اكبر او تساوي 10 ار سي زائدا ار اي، نعم ساتسفايد، اذا اشتغل على الابروكسيميشن بكل السؤال، اشتغل على الجزء اللي احنا تعلمناه، شوفوا الزت نوت تساوي الار سي، وهنا ايضا الشرط ينطبق، فاذا همين أخذ القانون مالت الانطباق واشتغل على هذا الكلام، طلع القيمة مالت 104.92. شوفوا بالنسبة للكارنت جين شباب، مباشرة استخدم هذا القانون اللي أقول لكم استخدموه عادة. ليش؟ يقول شوفوا أني لما استخدمت هذا القانون طلع 104.9، بينما لما أروح استخدم القانون مالت الكارنت جين اللي هو هذا تطلع القيمة مالته 104.8، يعني ماكو أي فرق يذكر بالناتج. فيقول لك هذا الناتج يعني هذا القانون يؤدي الغرض في استخراج الكرنت جين. هسه يجي على 8.3 يقول خلي لي شو اسمه المتسع اربط لي اياها. فشوفوا شباب من يربط المتسعة، هسه طبعا مبدئيا يقول لك هو أنا هنا أنا رابط المتسعة أو مرابطها، تبقى قيمة الـ RE نفسها، الـ Z input بهالحالة راح أرجع وين القوانين من؟ راح أرجع للقوانين مالت من؟ مالت الـ Fixed Bias. باعوا شباب أنا بالنسبة لي مو Z input هنا بالقانون مالتي إيش راح يساوي لي هناك؟ توازي ويا البيتا RE. فشوفوا هنا أنا راح يشتغل على قوانين الفيكس بايز، الزت نوت تساوي الار سي الاي بي ماينس ار سي على ار اي، اذا ترجعون بالذاكره او اذا قاريها يعني. وبالنسبه للكرنت جين ايضا هذا هو القانون، او تستخدمون القانون اللي قبله. زين هسه بهذا المثال ايضا يريد العناصر الاربعه، بس هنا أنا شو مسوي؟ نعطيني الدائرة فولتج ديفايدر، وبنفس الوقت هنا أنا ما حاط متسعة. احنا ذيك المرة
إيش أخذنا بالدائرة الثانية بالمحاضرة اللي سبقت؟ أخذنا أنه هذه الفولتج ديفايدر هنا متسعة مربوطة، هنا هسه دا يقول لي ماكو متسعة مربوطة، ولذلك راح يبقى الشغل نفسه بالنسبة اللي تعلمناه هسه قبل شوية، بس مجرد هاي المقاومة حصير هاي المقاومة توازي، راح يصير هاي الدائرة مالتي، هاي المقاومة راح تتمثل هاي المقاومة ويا هاي المقاومة توازي، راح يصير مقاومة واحدة تمثل الار بيز بالقوانين اللي شفناها قبل شوية، او اذا تريد تسميها ار داش الى اخره، بالمحصلة النهائية راح تبقى الشغل مالتي نفسه، باعوا ار بي تساوي ار داش وتساوي الار وان توازي ويا الار تو، طلع القيمة مالتها 9 كيلو ورجع اشتغل نفس الشغل مالتنا، فحص الشارت شافه شنو ساتيسفايد، فلذلك راح يشتغل على الابروكسيميت. هذا بالله هذا المثال اللي هو 8-6، شي يسوي؟ يحط متسعة، فيقول من أحط متسعة بهالحالة راح ترجع فولتج ديفايدر عادية مثل ما تعلمناها وعرفنا قوانينها بالمحاضرة اللي مضت. يقول في بعض الأحيان أنا إيش أسوي؟ أنطيك مثل هيك الشكل، هذه مربوطة، فهذه اللغت أكيدة اللغت، بس هذه تبقى موجودة، إذن بهالحالة بعد ما كفى شيء اسمه باي باس وان باي باس، لأنه أنت ربطت متسعة لغت لك وحدة، بس هذه راح تبقى أكيد موجودة. بعد شنو الفقرة مالتها الشغلة الثانية؟ يقول في حالة الدي سي لما أنت تريد تحسب قيمة الاي اي، هسه هنا لما نصير هذه اوبن في حالة الدي سي، يصير عندك مقاومتين على التوالي، راح تصير مقاومتين على التوالي، تسويهن جمع، يلا تطلع قيمة النتائج عندك صحيحة. يعني نوع من الشبه تغيير بالدائرة على مود يوضح لك انه انت عندك اكثر من شكل، هذه الاشكال تقدر تتلاعب بها، او الممتحن بالنسبة لك يقدر يتلاعب بها، بحيث نوعا ما يخليك شوية تستخدم مبادئ في عملية حساب النتائج. شوفوا هنا أنا هاي ذاكرها بالدي سي، يقول لك هي عبارة عن حاصل جمع، بس بالأي سي واحدة من عدهن راح تلغي وواحدة من عدهن راح تبقى، لأنه أنت مستخدم الباي باس زين ويا الار 2، بس الار 1 راح تبقى. هذا الموضوع اللي هو هنا اللي 8-5 راح يحكي على الكومون كولكتر اللي هو يسميها الاميتر فلور، وراها عندنا الكومون بيز، وعندنا دائرة الفيدباك، وعندنا الديزاين. هذه الأربع شغلات نكون من خلالها خلصنا المنهج. هذه إن شاء الله راح نأخذها بالأسبوع القادم، وهذا اللي نأخذه بالأسبوع اللي بعده، وبهالحالة راح نكون خلصنا وغطينا المنهج بالكامل.